ماذا تريد روسيا من استخدام أسلحة نووية تكتيكية؟ يعني بينما القوات الأوكرانية ضم هذه المناطق لروسيا وروسيا الاتحادية لم يوقف العمليات العسكرية القتالية للطرف الأوكراني، ماذا تريد روسيا من استخدام الأسلحة النووية؟ هل إيقاف الحرب؟ إعادة هيبتها، يعني هي تريد إعادة هيبة، يعني ليس قليل أستاذ محمد على أي قائد عسكري أن يرى جيشه بهذه الهشاشة، وخاصة إذا كان هذا الجيش يحمل يعني صفات سابقة وتقييمات كبيرة وأنه ثاني جيش في العالم، ويراه يعني انسحب بوتين من كييف ووصل إلى حدود روسيا، ومع ذلك لم يخلص جيشه ولم يعني يحقق هذا النصر. لحقه الجيش الأوكراني إلى قلب المناطق التي استقرت له بحسب تعبيره وأخذها منه وسيطر عليه. هذه إهانة كبيرة جدا للجيش الروسي إذا كان هناك من يفهم معنى الإهانة. لذلك أنا أقول أنه يعني سيستعمل السلاح النووي التكتيكي، لكن ستكون هناك مفاجآت كبيرة جدا باستعماله. طيب في حال استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في الحرب بأوكرانيا، ماذا يعني ذلك بالنسبة يعني كنظرة استراتيجية لأيضا خطوط الحرب أو حتى من هم يعني متدخلون في الحرب الأوكرانية بالنسبة لروسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا والدول الأوروبية وأوكرانيا معهم؟ بكل بساطة الناتو سوف يزود أوكرانيا بقنابل نووية تكتيكية وتبدأ تضرب في العمق الروسي، وقد امتلكت المبرر، يعني أوكرانيا تكون قد امتلكت المبرر وأن البادئ هي روسيا. وأنا يعني سأرد على ما فعلته، وبالتالي هنا يعني هذه إحدى المفاجآت التي قد تحصل إذا تورط بوتين باستخدام النووي التكتيكي. هذا عن النووي التكتيكي، وأتمنى لو أنك سألتني عن النووي الاستراتيجي أو النووي التقليدي. يعني أنا أقول أن النووي التقليدي لم يعد له أي فائدة أكثر من تفكيكه والاستفادة من الخردة التي صنع منها، لسبب بسيط جدا. يعني بالمنطق هذه لا تحتاج لا إلى خبراء عسكريين، ويفهمها أي إنسان عادي. عندما تبدأ الحرب النووية بالأسلحة التقليدية، كل دولة نووية ستحاول ضرب الدولة النووية الأخرى العدوة يعني بأرضها قبل أن استخدام، يعني سيحصل سباق محموم وسريع جدا لتفويت الفرصة كل على الآخر. وبالتالي هنا من الذي سيضرب؟ ستزول 10 دول كبيرة من هذا الكوكب، لأن الحرب ستكون محصورة النووية بين الدول النووية. والدول النووية معروفة، 5 دول تبعات مجلس الأمن اللي هي أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وفي عندك كوريا الشمالية وإسرائيل والباكستان والهند، وستضاف إليهم إيران، لأنه يعني عندما تبدأ هذه الطاحونة تعمل ستطحن جميع هذه الدول النووية. لذلك أي مجنون هذا الذي يقدم على مثل هذه الحركة؟ وقد قالها بوتين، قال إذا استعملنا السلاح النووي نعلم أننا سنموت جميعا.